هذا وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش قد أعلنت يوم أمس عن فتح باب التسجيل بالجيش الكويتي لأبناء العسكريين بوزارة الدفاع من الشهداء والمفقودين والمشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت ومن أتم بالخدمة 30 سنة وحملة إحصاء سنة 1965 والعسكريين المنتهية خدمتهم قبل الثاني من شهر أغسطس لعام 1990. وللوقوف على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء الركن خالد مضحي الشمري، معاون رئيس الأركان العامة للجيش لهيئة الإدارة والقوى البشرية. بعد التحية، بداية هل لك أن تطلعنا على الشروط الواجب توافرها في المتقدم؟ سعادة اللواء، هل تسمعنا؟ شكرا. حقيقة بمباركة سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين ورئيس مجلس الوزراء حفظهم الله. وبناء على عرض القيادة العسكرية بقبول أبناء العسكريين على سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الصباح، تمت الموافقة على تسجيل أبناء العسكريين في الجيش الكويتي، تكريما طبعا لدور آبائهم وأخلاصهم وما قدموه من التضحيات في حماية وطننا والمحافظة عليه من كل مكروه. حقيقة الشروط كانت واضحة على موقع التسجيل: أن يكون متطوع من أبناء العسكريين الشهداء، أن يكون متطوع من أبناء العسكريين الأسرى والمفقودين، أن يكون متطوع من أبناء العسكريين المشاركون في حرب تحرير دولة الكويت، من أبناء العسكريين المشاركون في الحروب العربية، وأن يكون المتطوع من أبناء العسكريين أيضا اللي على رأس أملهم وتمت يعني مدة خدمتهم 30 سنة فعلية، نفس العملية من حملة إحصاء 65. نعم، هذا لأغلب الشروط اللي مذكورة في الموقع. بالنسبة للتسجيل، يعني هل هو فقط عبر الموقع الرسمي أم هناك جهة أخرى تستقبل الطلبات؟ لا طبعا عبر الموقع الرسمي اللي هو في اللي معلن عليه vc.kuwaitarmy.gov.kw، نعم. هذا الموقع الرسمي للتسجيل. نعم، إذا سعادة اللواء، هناك أيضا أنباء وردت قبل قليل وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي أن الموقع الخاص بالتسجيل قد توقف لسبب ما، ما صحة هذا الموضوع؟ طبعا الموقع ما الكلام هذا غير صحيح وغير دقيق. الموقع لا زال لحد الآن شغال، ولحد الآن تقريبا وصل العدد عندنا ما يقارب 18,000 متقدم، ولكن يعني مثل ما انت عارفه دائما يكون في ضغط وفي في عمليه تصنيف بالنسبه للموقع نفسه للناس المتقدمين. الموقع الان يقبل جميع الناس اللي تنطبق عليهم الشروط. نعم، وهناك ايضا اشاده شعبيه واسعه احاطت بهذا الموضوع، يعني ما الذي تمثله هذه البادره؟ طبعا انا سبق اني قلت قبل شوي ان طبعا حقيقه يعني عرفانا بدور الآباء واستكمالا لدورهم في الجيش الكويتي لله الحمد تمت الموافقة من قبل سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد الخالد الصباح على تسجيل أبناء العسكريين في الجيش الكويتي، وحقيقة يعني كان له أثر طيب على نفوس العسكريين من قيادة عسكرية وعسكريين. نعم، نتمنى التوفيق والنجاح للجميع إن شاء الله. اللواء الركن خالد مضحي الشمري، معاون رئيس الأركان العامة للجيش لهيئة الإدارة والقوى البشرية، شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا عبر الهاتف.